مساء الخير. في فيديو النهاردة احنا هنتكلم على لاين ايسوس الشهير المخصص للالعاب الكومباتيتيف في الشاشات تحديدا اللي هو ايسوس توف في جي. في اللاين ده في ثلاث شاشات اساسيين، اول واحدة فيهم هي الايسوس توف في جي 24-9Q3A وفي جي 25-9Q3A وفي جي 27-9Q3A. دول ثلاث احجام مختلفة لثلاث شاشات مختلفة، كل واحدة فيهم بتقدم مزايا جامده جدا. احنا هنتكلم النهارده تحديدا عن الشاشه اللي في النص ما بين ال 27 وال 24 الا وهي في جي 25-9Q3A. خلينا نتكلم عن شكل الشاشه الاول والمواد المصنعه بها الشاشه وعن الستاند. اول حاجه هي الشاشه كلها معموله من البلاستيك، شاشه عاديه خالص، فيها تصميم كده من ورا شكله جامد جدا الصراحه، بس للاسف انت مش هتعرف تشوفه، وفيها زرار انالوج كده تقدر تستخدم فيه المنيو بتاعه الشاشه، و اربع زراير تانيين منهم زرار الباور بتاع الشاشه. وبالنسبه للمخارج بتاعه الشاشه فهي بتيجي بواحد ديسبلاي بورد 1.4 واثنين اتش دي ام اي 2.0 ومكان للجاك اوديو وكمان كابل الباور بتاعها، لان الشاشه دي الباور سبلاي بتاعها او الادابتور بتاعها بلت ان جوه الشاشه، فانت بتستخدم لها كابل باور عادي جدا. ولو نزلنا للستاند بتاع الشاشه هنلاقيه ستاند عادي خالص بيتربط باربع مسامير في الشاشه نفسها، والستاند ميتال وللاسف ما فيهوش مكان للكيبل مانجمنت، وحتى برضو الستاند ده مش بيحرك اي حاجه في الشاشه غير اللي انت بتعمل لها تلت اب والتلت داون، مش اكتر من كده. وتحديدا تحرك الشاشه بزاويه 23 درجه لفوق زياده وخمس درجات تحت زيادة. طيب ده كلام جميل جدا، ايه بقى الشاشة دي وايه المميزات بتاعتها وايه العيوب بتاعتها وايه الفيتشرز اللي موجودة فيها وهي اصلا مخصصة لمين؟ بص خلينا نمسك في موضوع مخصصة لمين. هي مخصصة للكومباتيتيف جيمر اللي فلوسه على قده شوية، يعني هو بيحاول يديك احسن مزايا من ايسوس في نفس الوقت ما تخسرش حاجات كتيرة. يعني الشاشة دي سعرها 7850 جنيه، مقابل ال 7850 جنيه هو بيحاول يوظف الفلوس اللي انت بتدفعها دي فاكتر حاجة هتكون مناسبه ليك كجيمر، مش اي حاجه اكتر من كده. وفي نفس الوقت هو مدي لك شاشه فاست اي بي اس بانل، فبتيجي بريفريش ريت 180 هرتز والانبوت لاج بتاعها هيكون 1 ملي سكند جراي تو جراي، ومقابل كده الالوان بتاعتها كويسه جدا لان هي محققه اس ار جي بي 99%، ولو كانت 100% اس ار جي بي كانت هتفرق جدا وكانت هتبقى اجمد بكتير قوي. وحجم الشاشه 24 بوصه ونص، والحجم ده هو اكتر حجم مناسب لل كومباتيتيف بلاير تحديدا اللي بيلعب العاب شوتر وبيحب يخلي الشاشه قدام عينه كده، اللي هو يبقى لازق حرفيا بالشاشه وماسك الماوس والكيبورد من وراها وبيلعب. وعلشان كده هم عاملين الستاند بتاعها بشكل الفي ده، بحيث ان انت تحط الكيبورد في ظهر الستاند على الحرف بتاع الفي ده، فتلاقي ان الكيبورد ثابت في مكانه لو انت بتحب تلعب وتخلي ايدك ناحيه الكيبورد بالشكل ده بالظبط. ده كلام جميل جدا، ده كلام جميل جدا. ايه بقى المميزات اللي موجوده اصلا في شاشات اسوس اللي عشانها انا بقول للناس روحوا لشاشات ايسوس افضل؟ اول ميزة والميزة الحصرية بتاعت ايسوس هي الـ ELMB، اختصار لإكستريم لو موشن بلور. بص يا سيدي، التقنية دي باختصار شديد هي عبارة عن ايه او بتعمل ايه؟ هي تقنية معمولة من ايسوس حصري علشان تظبط الاداء بتاع الشاشة، ان هي توصلك لل 180 هرتز بواحد ملي سكند، مقابل كده مش هتلاقي فيه موشن بلور، هتلاقي الموشن بلور ضعيف جدا جدا جدا، ممكن تكون انت اصلا لو يوزر عادي مش هتاخد بالك منه خالص. وكمان بيخلي فيه شاربنس في الصوره علشان الانمي يكون واضح لك. وكمان خاصيه تانية اللي هي فاريبل اوفر درايف، هي بتعمل ايه الخاصيه دي؟ هي بتخلي الفريمات بتاعه الشاشه متغيره بشكل ديناميكي علشان ما يبقاش الكارت اسرع من الفريمات اللي بتطلعها الشاشه، ولا تبقى الشاشه ابطا من الفريمات اللي بيطلعها الكارت. وكمان خاصية الشادو بوست. وايه الشادو بوست دي؟ موجودة تقريبا في معظم الشاشات الجيمنج دلوقتي، بس هي بتكون يا اما تجربة حلوة جدا في شاشة يا اما تجربة بجد سيئة جدا في شاشة تانية. فكرة الشادو بوست عامة هي اللي بيحصل، اللي انت مثلا بتلعب كول اوف ديوتي فدخلت بيت، انت بره الدنيا منورة وجوه البيت الدنيا مظلمة، فالانيميز دايما بيكامبوا في الاطراف بتوع الاوضة. لو انت مش مشغل الشادو بوست صعب جدا تاخد بالك منه، بس لما بتيجي بتشغل الشادو بوست هتعرف تاخد بالك منه، لان هو بيخلي الاماكن الضلمه او الاماكن اللي لونها اسود بيخليها رمادي فاتح. وفي ركن كده للجيمرز في المنيو بتاعه الشاشه اللي هو اسمه جيم بلس. جيم بلس ده في
اكتر من حاجة منها الكروس هير. انت تعرف تحط كروس هير في الشاشة يكون على الشاشة من برة، اللي هو يكون جايب لك الدايرة اللي في النص بالظبط، بحيث ان انت لو بتلعب بسنايبر في لعبة زي سي اس جو او حاجة تبقى شايف النقطة اللي انت المفروض تضرب فيها الانمي في دماغه قبل لما هو ما يجي لك. انا مش بشوفها شيء فعال وساعات كتيرة جدا بتضايقني، فانا على طول بقفلها الصراحة وهي ما بتبقاش ليها لازمة بالنسبة لي خالص. وكمان هتلاقي فيه تايمر، بحيث ان انت لو انت عايز تعمل تايمر مثلا ان انا هقعد العب الست بتاعت اللعبة دي هتبقى ساعتين بس مش اكتر من كده، فبتشغل التايمر والتايمر بيبدأ يعدلك ساعتين علشان يقولك خلي بالك انت كده خلصت الجيم سيشن بتاعت النهاردة، قوم كمل شغل او قوم ذاكر او قوم صلي او قوم نام او قوم اعمل اي حاجة مفيدة في حياتك. ابوس ايدك. برضو فيها FPS counter علشان تعرف تشوف FPS اللي الشاشة مطلعاها او كم فريم الشاشة مطلعاه، وكده كده هو مش هيعدي عن 180 فريم بتوع الشاشة، فماكس ليفل FPS counter في الشاشة دي هيكون 180، لان هو مش برنامج، هو ما بيطلعش الفريمات اللي الكارت بيطلعها، هو بيطلع الفريمات اللي معروضة على الشاشة. في فرق ما بين الحاجتين دول. وبدل ما تتعب نفسك وتدوس على زرار من ورا بتاع الانالوج وتفضل تدور في القايمة وتقرا وتختار ومش عارف ايه وكل الكلام ده، ايسوس سهلت الموضوع جدا ونزلت لك سوفت وير اسمه Display Widget Center. ده بيغنيك تماما عن الكنترول بانل بتاعة الشاشة اللي موجودة في ظهر الشاشة، ولا زراير ولا لخبطة الزراير ولا اي حاجة. انت حرفيا تقدر تتحكم في كل حاجة في الشاشة بسهولة جدا وسلاسة جدا في السوفت وير اللي بيجي مع الشاشة ده. وفكرة ان يبقى الشاشة ليها سوفت وير كاستمايزابل بالطريقة دي وسلس بالطريقة دي في شاشة ب 7850 جنيه دي انا ما شفتهاش قبل كده. والفيديو ده والله ما اعلان، الفيديو ده مش اعلان، انا مش واخد على الفيديو ده فلوس قسما بالله. فايسوس لو بتتفرجوا على الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب وتكتبوا كومنت بندعمك جينكس وتبعتوا لي فلوس. نرجع لمرجعنا تاني. كل اللي انا قلته ده تمام جدا، اللي جاي بقى تمام قوي، يعني اللي جاي ده هيبقى حاجات احلى بكتير وفيتشرز ومزايا اكتر بكتير. جوه قائمة الجيم فيجوال، قائمة الجيم فيجوال دي باختصار هي المودات اللي موجودة في الشاشة، فيها حاجات كتيرة جدا تقدر تكستمايز براحتك كل حتة فيها. يعني ايه؟ يعني لما بتخش على الجيم فيجوال وتختار مثلا المود بتاع الاف بي اس، فالمود بتاع الاف بي اس دوت بيخلي لك الصورة شارب والاضاءة عالية والشادو بوست عالي، فتحس ان انت لما تيجي تلعب لعبة شوتر انت شايف كل حاجة بوضوح وحدية جامدة جدا. في نفس الوقت لو بتلعب لعبة موبا ودي اول شاشة انا اجربها الاقي فيها الفيتشر دي في المود بتاع الموبا اللي هو بيخلي الوان الشاشة كلها رمادي ما عدا اللون الاحمر واللون الاخضر بيوضحهم جدا. ده بيعمل ايه في العاب الموبا؟ ده بيخليك كأنك بتشيل بالظبط، انت مش مركز في اي حاجة غير الهيلث بار والاستامينا بار بتاعت الانمي اللي قدامك، فبكل سهولة تعرف امتى تأتاك الانمي وامتى ما تأتاكش الانمي. وكده كده مود الاس ار جي بي اللي بيكون ادق الوان في المودات كلها، والسينما مود واكتر من حاجة كلها جامدة جدا، وانت بنفسك لازم تجربها علشان تشوف ايه اكتر مود يكون مريح عينك. والشاشة دي كده كده فليكر فري، يعني ما فيهاش اي فليكرز بتبان، حتى لما انت تيجي تفرج على الفيديو هتلاقيني واخد لقطات وانا بلعب كل فيديوهاتي في الشاشة، ما فيش اي فليكر في الشاشة. وانت جلير كده كده بحيث ان انت لو الاضاءة عالية شوية ما تأذيش الشاشة في حاجة، لان الشاشة دي السطوع بتاعها مش اقوى حاجة في الدنيا، السطوع بتاعها للأسف 250 نتس بس. فيفضل ان انت تلعب على الشاشة دي او تستخدم الشاشة دي لو انت بتقعد في مكان الاضاءة بتاعته هادية ما بتكونش عالية زيادة عن اللزوم. وكده كده فيها خاصية اللو بلو لايت ان مفيش حد بيشغلها، علشان انت لما بتيجي بتشغلها بتشلك كل الالوان اللي لونها ازرق في الشاشة او الشعاع الازرق المضر جدا اللي بيطلع من الشاشة، فالشاشة بتكون صفرة قدامك ورمة قوي، فدي ما بتبقاش مريحة للعين الصراحة، فانا بشغل البلو لايت عادي. وزي ما قلت لك بقى شوية الحاجات بقى بتاعت الشاشة اللي هي الكونترست ريشيو بتاعها من 1 لـ 1000، وزي ما قلت لك برضو هي 180 هرتز، وبتيجي باتنين سبيكر كل واحد فيهم 2 واط، وصم هاو صوتهم كان معقول. يعني انا كنت دايما لما باجي بتكلم على شاشة اقول لك هي بتيجي باتنين سبيكر كأنهم مش موجودين، بس الشاشة دي السبيكرز بتاعتها صوتها معقول جدا ومنطقي جدا. يعني انا قشطه لو انا قاعد مثلا في مكان لوحدي ومشغل الشاشه دي ومشغل السبيكر بتاعها انا هعرف اسمع عادي جدا، عادي جدا الدنيا تمام. عكس شاشات كتيره جدا لما تيجي تشغل السبيكر هتلاقي الصوت عامل كده بالظبط،
وده صوت السبيكر لو انت حابب تسمعه. يا باشا بلاش البقين دول عشان احنا حافظينهم يعني. معاك النقيب تيسير فهمي. انت هتسيع يلا. ده منظر ظابط. يا باشا احنا ظباط زي بعض فيا ريت ما نعضش في بعض. طب وريني كلمه كده يا سياده النقيب. قوي قوي يا فندم. والشاشه دي بتغطي 16.7 مليون لون. كده احنا قلنا كل حاجة موجودة في الشاشة تقريبا. خلينا اكلمك بقى شوية عن ايه اللي ضايقني في الشاشة. هما ثلاث حاجات بالظبط اللي ضايقوني في الشاشة. اولا الماتيريال بتاعت الشاشة نفسها تحسها بلاستيك قوي، لان انا لما جيت احرك الشاشة كده بحس ان الفريم بيخرج من البودي بتاع الشاشة. هو ده احساس، بس هي بلاستيكية جدا. تاني حاجة الستاند. هتقول لي مفيش ستاند هيدروليك بالسعر ده، انا مش بكلمك على ان الستاند يكون هيدروليك، بس الستاند حتى مفيهوش مكان اللي انت تعمل فيه كيبل مانجمنت. يعني انت لو واخد بالك من الصور تلاقيني مطلع كابل الديسبلاي بورت في حته ومطلع كابل الباور سبلاي في حته تانية خالص. وبالمناسبه الشاشه دي بيجي معاها في الكرتونه كابل الديسبلاي بورت وكابل الباور بتاعها. فكده الفريم مضايقني والستاند بتاعها مضايقني، وبالمناسبه الستاند بتاعها متين ويستحمل تمام جدا. جدا ما تقلقش منه في اي حاجه. تالت حاجه ضايقتني هي السطوع بتاع الشاشه، ان ال 250 نتس ما يكونوش منطقيين في ظروف الاضاءه اللي انا فيها، لان انا ببقى على طول فاتح الشباك فالدنيا الصبح، فانا ممكن اكون مش بشوف بشكل كويس. غير كده الشاشه دي ممتازه جدا. لمين بقى؟ ممتازه لاي برو بلاير لسه بادئ المجال، لاي جيمر، لأي واحد عايز شاشة اي بي اس يعرف يتفرج عليها على محتوى ويعرف يعمل منها محتوى. الالوان بتاعتها ممتازة جدا ومش هتضايقك خالص في اي حاجة في حوار الالوان ده، الا لو انت متخصص في الالوان فانت هتروح لللاين البرو ارت، وتحديدا هتاخد الشاشة البرو ارت ال 27 بوصة 2K ال 75 هرتز. انا بتكلم هنا على شاشة 180 هرتز موجهة للجيمرز وللاستخدام العادي. انت لسه مجمع كمبيوتر وعايز شاشة، الشاشة دي اكتر حاجة قيمة مقابل سعر. انت بتمنتج وفي نفس الوقت بتلعب العاب شوتر كتير، فالشاشة دي برضه هتبقى اكتر حاجة منطقية بالنسبة لك. دي كانت كل حاجة في الفيديو بتاع النهاردة. لو انت ما تعرفنيش فانا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب. اشوفك في فيديو جديد على القناة ان شاء الله. سلام.